3 ديسمبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. نجموا تتابعونا وينما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9. تشاهدونا ايضا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ، تلقاوه بدا تو دو سويت على قناتنا في يوتيوب، شانيل يوتيوب سونغون. تشاهدونا تخليوا تفاعلاتكم ايضا وتشاركونا بارائكم في التعليقات اللي نوصلوهم تباعا طوال الحصه. برشا مواضيع في الحصه نتاعنا اليوم باش نحكيو فيهم مع ضيوفنا. سيدي علي الكعبي، مرحبا. مرحبا اسلام، مرحبا بالحضور ومرحبا بكل مستمعين ومشاهدي اذاعه مس. ايضا حسن الغربي زميلنا من وكاله تونس فريق الانباء، مرحبا حسن. صباح الخير اسلام، صباح الخير الحضور الكل، مرحبا بكل مشاهدي ومستمعي اذاعه مس كافيه. نحب في البدايه نهنيكم على التطور اللي قعدت فيه الاذاعه من خلال تصاعد وتيرة المتابعين لها، سواء على ذبذبات لي اف ام او على صفحه التواصل الاجتماعي ومختلف المحامل الرقميه. ذبذبات شنو؟ لي اف ام. لي اف ام هي اف ام ذي اذاعه. لا ذبذبات لي اف ام. لي اف ام يا سير، تحيه لزملائنا في سلموا عليهم وان شاء الله يرجعوا كما كانوا قبل ان شاء الله بالنجاح المطرد ان شاء الله. ان شاء الله. ذاكر الوقتي، مرحبا. مرحبا بك اسلام ومرحبا بالحضور والمستمعين ومتفرجين وصفحة سونغو ومسكفين. شكرا لك. أيضا مروان تاج، مرحبا. مرحبا بك إسلام، مرحبا بالأخيين مستمعين راديو مسك. أنا حاطه بجنبي. باهي باش نبداو الحصة نتاع شادة، وأنت اليوم مش ما يكونش حاجة هكا ولا هكا. تاكلوات ما يشوف حد. باهي باش نحكيو على القضية نتاع مقابلة الدربي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. قاعدة تسخن الدربي من قبل زوزة ذهبية على ثلاثة بخصوص الويكلود. شنو باش يصير في المقابلة هذه؟ باش ناخذوا قراءة قانونية مع المختص في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن مي، موجود معنا بالتليفون. أستاذ أهلا بك. الو صباح الخير اسلام، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. انت على المباشر استاذ، ابرامو خذيناك في الدقيقه الاخيره ظهر لي. اي تحياتي ليك وللي معاك في البلاتو واللي معاك يتفرج يسمعوا هذا كيف في البرنامج. شكرا لك استاذ. دونك حابين ناخذوا قراءه من عندك، شنو باش نجم باش يصير؟ كيفاش تصير عقوبه الويكلو؟ هل يتم الاعتماد على لي رابور نتاع الحكام، لي رابور نتاع الامن، نتاع مبعوثين الرابطه؟ كيفاش تصير بالضبط وشنو اللي يصير في الكا خاصه نتاع المقابله هذه؟ هو بطبيعة الحال نرجع للمجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم اللي تحدد تعطي الترتيب الوسائل الإثبات في المادة التأديبية. البرنسيبال مو معناتها بصفة أصلية هو ورقة التحكيم، واللي مش موجود في ورقة التحكيم بطبيعة الحال نسمى تقرير المراقبين ولا المنسقين العامين للرابطة، تقرير أيضا هناك التقرير الأمني والمشاهد التلفزية بطبيعة الحال يمكن اعتمادها في صورة التنصيص عليها ووجود تعارض بين التقارير بطبيعة الحال. هو الرابور نتاع الحكم معناتها تقريبا ما جاء فيه شيء، معناها لهنا اذا كان الحكم ما ذكر شيء يشوفوا زاد ريبيت رابور، معناتها عنده نفس القيمه، ماهوش بالضروره معناتها اذا الحكم ما نصص شيء معناتها ما عادش فما حتى شيء بعد. الصور بصوره التعارض بطبيعه الحال بين تقرير حكم وتقرير مراقب مثلا يعتبر ورقه التحكيم هي الورقه الاصليه وتعتمد قبل كل شيء. الصور التلفزيون نمشي لهم اذا كان فما ريان سينيالي، معناها اذا كان يقولوا لي رابور هذا من كل يقولوا ما فما حد شيء، نمشي للصور التلفزيون نتاع القنوات الرسميه اكيد زاده. القنوات الرسميه اللي تبث في النت، ماهوش لا الفيسبوك ولا الانترنت ولا المواقع الالكترونيه الكل. اللي هما الثلاثه الوطنيه ومنصه ديوان اف ام، ديوان سبور هذوما زوز. ديوان اف ام وقناه الكاس اذا كان. وقناه الكاس بالضبط. باهي استاذ، شنو هما الحالات اللي تصير فيهم عقوبات او اللي شفناه نحن من قبل الترجي الاخيره مع العمران؟ شفنا عباد تجري في الجرادان، بون فما شكون شادت حتى حاجات متاع ما نعرفوش شنو بالضبط. لهنا نجموا نعتبروهم في حالات نتاع العقوبه والا في حالات الا اذا كان تصير فما مقذوفات شماريخ واشعال شماريخ والا القاء باب شنو يصير؟ الويكلو حسب التابلو اف الفصل 43 من المجله التاديبيه يحكي على اما القاء الشماريخ مع اشعال الشماريخ في المدارس ولا القاء او القائها في الميدان ولا القاء المقذوفات بصفه عامه. الاحداث وقت اللي تصير احداث جراف، معناتها احداث جراف تنتج اصابات مثلا في صفوف الامن، في صفوف رسميين، اقتحام ملعب، وقتها نحكي على احداث الجمهور، معناتها هذيك باش الناس تبدا تعرف وفاهم الوضعيه بالضبط. احداث جراف معناها هذوما فقط تعريف الاحداث الجراف. تكسير ملعب، اصابات في صفوف الامنيين الرسميين، الحمايه المدنيه، لاعبين، حكم، فريق المنافس، هذوما الاحداث اللي تؤدي بعدها الى معناتها عقوبات الميكرو. واللي هو ينجر عنها اقتحام الملعب زي كيف. واللي هو ذا ما صارش معناها في المقابل، معناها ما شفناهش. توا شوف نحن نحكي بصوره رسميه،
لا انا ولا انت مخولين باش نقولوا صار ولا ما صارش. التقارير الرسميه هي اللي تقول صار ولا ما صارش، معناتها ينجم نكون بعينينا نحن شفنا احداث، اذا الاحداث هذه ما هيش مجسمه في التقارير ومش مكتوبه في التقارير راهو الرابطه ما تمشيش بها، حتى ما تمشيش في اتجاه ما روي ولا ما نقل ولا ما تم ترويجه على على الفيسبوك ولا على غيره. دونك البرنسيبال مو نمشيو على التقارير الرسميه اللي الحكم معناتها عابرة ورقه التحكيم ولا الرابور ينجم يبعث في ظرف 48 ساعه التقرير التكميلي، قدر الحكم ينجم يكتب معناتها يحط لنا سينيالي في في الماتش، لكن عنده ينجم يكتب بعد دابور اذا كان ثم احداث بعد مثلا ورقه المقابله ثم تم الاعتداء عليه ولا تم المهاجمته ولا غيره، مش معناتها اذا كان كتب لنا سينيالي معناتها انتهت مهمه الحكم. ايضا تقارير الرسميين ثم المنسق العام اللي هو موجود، ثم زاد التقرير الامني ينجم زاد كيف خاطر ثم احداث تصير ينجم ما يلاحظهاش المنسق العام ولا ما يلاحظهاش الحكم لانه ما صارتش في الطلع تصير في المدارج ولا غيرها تنتج عنها اصابات وصارت في احداث قبل، وبعثوا معناتها المصالح الامنيه بعثوا تقرير وتعاقبت الجمعيه والجمعيات على ضوء التقرير هذاك. ذاكر الوقت حبيت فعل معك ماتر صباح الخير اهلا بك ذاكر صباح لاباس يعني بسم الله تو في التقارير التكميليه انا تو فهمتوا هذا القانون هذا علاش مش فرد نهار نتاع لو جور جي نتاع الماتش، خاطر ما كانش باش تولي فما برشا اقاويل وبعد نهارين ثلاثه تنجم تصير تدخلات كلك سوا نيجاتيف ولا بوزيتيف في التقارير نتاع كلك سوا نقولوا التقرير الامني برك هو اللي نجم يكون يتعمل في عقله، لكن اللي ملمين بالمباراه الرسميين في المراقب المباراة مراقب التحكيم ما فهمتش عليه التقارير التكميلية تصير بعد 48 ساعة هو الحقيقة على مش لجور جي كل واحد يكتب ويبعث قاعدين يبعثوا لينو تقريبا دخلنا في السيستم الورقة التحكيم الإلكترونية معناتها بطبيعة الحال وإن شاء الله تتطور الأمور أكثر وتولي يخدموا بالسيستم التابلت والكيور كود معناتها كل شيء بعد المباراة عندك التفاصيل كل ما تستنى هذا هو اللي نحكي عليه تليفونات ولا غيرها معناتها نتصور أنا اليوم ما عادش قاعدين نخدموا شويه لكن مانيش قاعدين معناتها في العالم الكل ما عادش ثم كتيبه وما عادش ثم فاكس وما عادش ثم بيرودور وما عادش ثم ايميلات تقارير معناتها تابلات كل حكم مفروض يكون عنده تابلات مش المقابله كامل ما يخرج هو من المقابله الا ما عمل الرابور بتاعه معناتها في ظرف 10 دقائق كل شيء المعلومات كلها متوفره للناس الكل لا تقعد تحط الرابطه في حرج ولا تحط لجنه الانضباط في حرج ما تحط حتى حد معناتها الناس الكل تبدا عارفه ما لها وما عليها بين ومعناتها نهاية المقابلة معناتها كي مقصود في المقابلة توفى بأحداثها الكل وكلامك صحيح على خاطر أنا منهم مرة مراقب مباراة حكم مقديم حط كابوسان للوندما وقعد في القهوة قاعد يكتب والله والله بالحق نعم شاهد عيان شاهد عيان وشعبك اللي صورته قومتوا بلغ تاريخ أنا حيوه منظومة الكروية صديقنا هذا زميلنا حسن الغربي من تاب حبيت فعل معك صباح الخير أستاذ عايشك حبيت أسلك عايشك ربي فضلك يا أستاذ خي جانتي حبيت أسلك أستاذ هل أنه القانون اللي حكيت عليه يشمل التسعين دقيقة أم أنه مثلا قلنا احنا مثلا لو فرضنا صارت أحداث معزولة بعد المقابلة هو صارت أحداث خارج الملعب بعد المقابلة وإذا خارج الملعب مثلا خلي واضحنا زاد فلا هل أنه هذه أصبحت طبعا أصبحت من منظار ولا من أنظار الحق العام القضاء انتهى يعني ما الأحداث الأحداث اللي يتعاقب عليها الفريق خاطر النص يقول هو يقول لك في معناتها السانكسيون دو ليكيب دو في دو سون بوبليك الببليك لازم تلمه موجود في الملعب إذا كان صارت في الكياس ولا صارت خارج الملعب ولا خارج المنشأة بطبيعة الحال بخ مناط الحق العام معناتها ما هوش كما الوضعية اللي وقت اللي تصير أحداث داخل الملعب اللي تمس الفريق وتتفهم حماية هذا كله معناتها محطوط لحماية اللاعبين لحماية طاقم التحكيم لحماية الرسميين معناتها داخل الملعب النص معناتها كما قلنا يوضح أنه هو من مسؤولية الفريق على أحداث الجماهير الجماهير داخل الملعب هذاك مسؤولية الفريق خارج الفريق ما تنجمش تعاقب فريق ولا تقص مثله نتيجة رياضية ولا حضور في معناتها الجمهور في الملعب على أحداث صادرة وخارجت خارج الميدان نجم يقول لك أنا ماني نرجع نفس الحكاية بتاع ديما لازم تقطع معناتها خاطر احنا في تونس نحب نعمل نهرب من وضعية أما نقول أخرجت من سياقها ولا ماهوش مسؤوليتي أنا معناتها خاتيني معناتها دونك هذا ماهوش تبعني ولا عنا هذاك كيف نظريتي المندسين دونك في الملعب هذاك أنت مسؤول عليهم وتأطرهم وتصبر عليهم وتحيط بهم لأنك مسؤول على أفعالهم خارج الملعب هذاك مناط المصالح الأمنية اللي هي تقوم بواجبها بطبيعة الحال. باهي السؤال الثاني يا أستاذ وهو وضعية الحال نتاع مقابلة الترجي والعمران هل أنه الحكم مقابلة حتى غيانا سينيالي ما فهم حتى شيء هل أنه الرابطة تكتفي بذلك على أو أنها هي
من حقها او من عرش شنو تثير انه تجي تقول له لا زيد ثبت ولا زيد تشوف ولا طالب للمراقبين الرابطه ما طالب حتى حد. واضح. الرابطه تتعامل بما يتوفر لها من تقارير. رابطه تقارير الفصل 6 يقول لك لي انستانس كومبيتونت او ماتير ديسيبلينير روند لور ديسيزيون اون سو بازون برينسيبالمون بصوره اساسيه واوليه على الفوي دو ماتش ويل بوف اتر ا تيتر كومبليمونتير بور كاليفي او سانكسيوني اون فوت ou signaler, non signaler sur la feuille de match, prendre en considération les sources d'informations suivantes. Alors, un rapport, le coordinateur général, Mme Mounassa Qanaab, Taqrir Mounassa Qanaab, Taqrir al-Hakam al-Lahak al-Hukam al-Mus'adid, Taqrir Muraqab al-Muqabla, ou Taqrir Ayrahad Rasmi, من الجامعة ou من الرابطة, Mme Mounassaqin al-Amin de la rabta, ou la gire, ou n'a t'inajm ou khatra alayash. ينجموا الجوارات دخل والداخل قد لاعب البرة تم الاعتداء عليه الحكم مراش الحكم سينيالي اللي يشوفه بعينيه معناته ينجم هو يكون دخل الفيستيرات لكن صارت احداث بعده في الملعب تم مهاجمة الفريق المنافس تم الاعتداء على مدرب تم الاعتداء على امني تم الاعتداء على لاعب قاعد مازال البرة يحتفل له وفريق يحتفل الحكم ما هوش وصي باش عنده كاميرات 360 ويشوف قاعد يراقب في كل شيء الحكم يراه ويعاين اللي شافه بعينيه اللي ما شافوش بطبيعة الحال من باب الأمانة يقول ريانا سينياليك هو ما يمشيش بالنقل ما نجمش يكتب في الرابور نتاعه يقول راهو أفادني مرافق الفريق أنيس سامحني خويا تسمع فيا أنيس سامحني اسمع فيك ما فماش دي زربيتر اليوم عين رات وعين ما شاف عين رات وعين ما شافتش وكيفاش اربيتر انت اليوم تقول لي سامحني سامحني نشوفوا في المونولوج لا لا ما خلوا كيف زيد ما زيد كل واحد ياخو حقه يعني احنا اليوم ربي فايض لنا قيس سعيد نحن نعرفوا البلاد نتاع بلاد قانون اش دخلنا في قيس سعيد بيسو نحن بلادنا بلاد قانون ولازم يطبق القانون على جمعية الكل انا معاك اليوم وضح لك الاربيتر مال اليوم احنا نمشيو احنا نمشيو كما تحكي انت اليوم الاربيتر يقول لك ما تدخل الملعبيه الا ما يدخل الاربيتر خاطر اليوم انت مش يظل الاربيتر زادة موش عنده ورقة اليوم في التيران باش يعمل التقارير متاعه ممكن تنجم تكون راهو احنا ما ننويوش هذايا وتصور انت بعد المباراة هذايا هو وضح لك قالك بعد مقابلة ما تشملش هو وضح لك والتقرير هو ما في حد شيء ولا ينجم شكون عمل له بريسيون الاربيتر مش ميكتب شيء ينجم يكون ما صار شيء معناها ما شافش ينجم زاد يكون ينجم يكون الاربيتر خليه يجيبك في تاز وسلام راهو نرجع اولا ننسى الناس تحكم ضماير ننجم نحكم على ضماير الناس معناتها نقولوا يصير عليه بريسيون ما تصيرش عليه بريسيون وقالوا له ولا ما قالولوش ولا كان باش يكتب وضغطوا عليه وبطل ما كتبش ثم نحن كنا وسائل اثبات للرابطه بما لها من 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 وسائل اثبات نجم تتخذ القرار اللي هي طرح صالح بطبيعه الحال اذا الاحداث هذه موثقه تلفزيون راهو الحكم ينجم بالحق يكون ما راهش الحكم خاطر علاش تصير احداث الحكم يكون في اتجاه معين في اللعبه وتصير احداث وراه ما شافهاش والا تصير خارج مجال النظر نتاعو خاطر علاش اذا كان تذكر هو عم ناول ولا انت عم ناول احداث بين الترجي ونجم الساحلي في احداث خارج المدرج من تالي في الصاد من تالي ما ينجمش يشوفها ما ينجم يشوفها ولا المرافق ولا المراقب ينجم يشوفها ولا الكوميسير ينجم يشوفها اكثر من ينجم يعلم يكون علمي راهو صارت احداث وبطبيعه الحال هو ما ينجمش يكتب رابور بمعنى النقل معناتها راهو تيلالي هو يعاين اللي يشوفه بعيني يا ماتر هنا ذاكر معك اسمعني خوي زوج سؤالات للراي العام ولي نحن تفضل القانونيين قبل المباراة وما بعد المباراة اللي ملمين بالحكام ولجنة الكل قديش عندهم الحق معناتها المباراة على ذمتهم هذا واحد دقيق سمحني خلينا نسلم لك الزوز موجود موجود بسؤال بسؤال بيه. الحكم لازم يكون موجود ساعتين قبل بداية المقابلة موجود غاديك معناتها المباراة على ذمته قبل بساعتين معناتها أي نجم تصير عركة في الفيسيير تنجم نجم تصير اعتداء على الحافلة ولا على الفريق المنافس قبل بداية المقابلة وبعد المباراة قديش وقت كيف حتىش الى مغادره الفريق مغادره الناس اللي موجوده في الزوج جمعيه الرسميين بمعنى جمعيه الزوج طاقم التحكيم باه والسؤال الثاني التقرير علاش انا توا كيما حكى مروان نولي مادام فما تقارير تكميليه بالنسبه لي انا حتى الحكم ما يحط شيء نفرضوا سيدي موفيس فوا عمل روحه ما شافش فما تقارير تكميليه ولا اسكو التقارير التكميليه تطيح التقرير الحكم ولا اذا كان حط اذا كان حط ما فما شيء اذا كان حط ما فما شيء يمشوا للاخرين والاخرين يقولوا فما شو شنو القرار ياخذوه
لا لا ثم تعارض، الحكم وقت اللي يقول انا ما ريت شيء ما نجموش مجال النظر نتاعو، لانه كما قلنا نشوفوا عباد تجري في الجرادا الحكم قاعد يزفر في مباراه ما يعرفش علاه يجري وهو يتعارك ولا يلعب ولا يشجع ولا يتنطر. ريا اسين ريا اسين يلي ذاكر مش معناه ما فما شيء، معناه ما شفتش باش نفرقوا معناه الحكم قال لك انا ما شفتش. لا يا ماتر مسالش مسالش خلي عباد تفهمنا فهمني باش كملك سؤال شنو باش تفهمني. الحكم ما حد شيء يجي مثلا مراقب مباراه يقول راو فما ضرب ومضروب مثلا اكزامبل مش اي مباراه نحكي عليه. باه نعطيك اكزامبل سهل برشا خيرك من هذيك. خلينا نعطيك انا ولا تعطي في انت. لا لا الحكم خارج من الميدان وماشي للبستيرات ما شاف شيء. اونتر طو المراقب مراه قاعد يمشي في التراق قاعد يراقب شاف رقم 9 ضرب رقم 10 بوني ولا بعصا. الحكم باش يكتب ريانا سينيالي لكن المراقب باش يسينيالي هذاك. علاش باش نفسر لك انا علاش انا انتيسيبيت قبلك في الريبونس. هذاك علاش وقت تجي في الرابطه اللاعب ولا الاحداث اللي مش موجوده على الفيديو ماتش لجنه الانضباط التابعه للرابطه ولا تابعه للجامعه بحسب المقابله كوب ولا بطوله تعيط للشخص الكونسرني تستدعاه بواجب عليه باش تستدعاه وتوجه له الجريف هذوك تقول له راه انت سينياليك مراقب المقابله. خاطر علاش كل ما هو تقرير على ورقه المقابله يعطي سانكسيون اوتوماتيك. باهي خان كمالك باش تفهمني نيس انت قصيت عليه خلال العباد بس العباد نحن توي هذاك خلي كمل يفسر باش نفسر لك انا شنو نقصد. باهي كي نقلبوها سيدي نقلبوا الحكم حاط شاف ضرب والمراقب يقول ما فما ضرب. خلينا نسهل لك السؤال انيس يقصد يقصد اذا كان فما تضارب في الرابور هذا شنو يقصد معناه شكون اللي يخرج اقوى في القرار تاعو في ماتش الاربيتر معناه انتهى انتهى واضح. يعطيك الصحة شكرا لك أنيس على تدخلك معنا وعلى كل هذه التوضيحات اللي مديتنا بها. سيدي علي تحب تسأل أنيس ولا تحب تعلق؟ لا لا ما نحبش نسأل. واضح تفضل. أنا متأسف الحقيقة والله متأسف. مفروض توكي جاي دربي نحاولوا باش زوج الجماهير تحت. أنا ذا سؤالي كان لك سيدي علي خليني أسأله لك مسالش ونفس السؤال حطيته في السونداج نتاعنا. هل تساند إلغاء العقوبة نتاع البيكلوب تعويضها بعقوبات فردية مستقبلا باش ما نقولوش العباد يحكوا على ماتش هذا نحكيو مستقبلا. أنت شنو رأيك في الموضوع هذا؟ هو تحطت الفاس في الراس نقولوا ما عادش بوليميك كبيرة صارت وكل شيء واحدة خاطر الدربي. أنا اللي قلته لك بل ما تسألني قلت أنا ماذا بينا كنا رانا نحاولوا بالوسائل الكل المتاحة الصحفية المكتوبة والواحدة وكل شيء ومع الأمن ومع السلطة باش نرجع كورتنا بالجماهير وحتى ولو نسبة الجماهير تكون 40% حتى 50% أكاكا تكون لفادة وكل فرجة أحسن. بربي ماذا بينا المستويات تطلع أكثر شوية زادة في التيرانات متاعنا يلزم الهيئات المديرة والهيئات اللي حباه يوعي والجماهير مش معقول تشوف رك في تصرفات وشكون اللي خاسر؟ خاسر الجمعية تخسر. لو كان الدربي يتلعب ما غير جمهور شكل الصورة اللي باش نعطيوها نحن للكاس وباش نعطيوها للناس بصراحة يعني ثم حاجات قاعدة صايرة في كورتنا راي حاجات غريبة يا إسلام. كل صدق كل أمانة مفروض نطلع في المستوى ونرتقيه في فرجتنا في تحليلنا في أمورنا قاعدين شادين كان سبيرانس كلوب إتوال فلان دي شايب علينا دي الكرة راي مش مبنية على ثلاثة جمعيات هذا ولا زوج جمعيات راي الكرة مبنية على راي مبنية على 20 و50 و60 جمعية. أنا هاك شفته حتى المنتخبات كانت قبل تلقى 12 جمعية تمثل المنتخب 12 جمعية يعني بربي مفروض نرتقيه أكثر من هكا كل صدق كل أمانة جمهورنا فرجتنا إذا بي نجاوبك على نفس السؤال بس أسألكم الكل نجاوبه مساش مدام طلب الكلمة ذاك تفضل. هذي القرار اللي ويكلوه هذي بالنسبة لي تخلف في الفوتبول المودير مش نقول لك عليه. يجي محب ولا 10 ولا 20 يعملوا بلزة في ستاد تتكركر الناس كل في جرته باه نمشي ويكلوا. شوف التناقض يا حسني اخوي اللي ويكلوا عليه هو يتعمل باش تحرم الجمهور ما يتفرجش في جمعيته هذا ولا صحيح. نبدا نويق قاعدين في القهوة نتفرجوا في الماتش لايف. في الجزائر مازال موجود القانون هذا وصلت اتحاد العاصمة ومولدية ما يتعداش في التلفزة ممكن تحب تعمل ويكلوا انت عقوبة كاملة معنا. عقوبة كاملة انت علاش عمل على 5 من الناس هاك انت قل عليك ما عملتش ويكلو انت جيت حرمت جمعية من الفلوس من مداخيل كي انت تحب تعمل الويكلو ما تعديوليش في التلفزة سيدي
سيدي الماتش هذا كان يجي ويكلو الدربي ما تعديش في الترجمة. خلينا معك مع القانون. هذا نظريا ما صحيح يطبق. التلفزه حاجه اخرى، فما قنوات شارع حقوق البث وبالمليارات وفلوس. نوليو نحيو الويكلو. في الجزائر هذا القانون ما يتعداش. باش انت كيلك سوا في التأطير بتاع جماهيرك في هيئة الأحباء في كذا تخدم على روحك، ما يجيش خمسة من الناس يحرموا مداخيل متاع نادي كامل متاع 600-700 مليون. اي الويكلو خويا عامل امور البديلة، الخطايا طبقها وقص فلوس. حسني فلوس، شو الدنيا هذه فلوس، في مكتوب الدنيا هذه فلوس خويا. لا ولا والعقوبة فردية للشخص اللي غلط، تحطه في الحبس وما تسامحوش. شوف دخل جمعية تهز القضية. سيدي علي احنا تو في تونس مثلا، نسالش من موضوع الموضوع اللي هو تابع هذا تابع الفلوس، جي لاعب وموجوده هذه في البرة اللي في مثلا في الخليج خاطر صفر ب 2000 و 3000 كيلومتر، يجي اللاعب لفيديو ماتش متوسط يعمل بزعم لونترنا، ايش يعملوا لونترنا هابتو سبور كيما يقولوا الرديف. انا ليه ما نهبتوش خاطر هو عمل بالعاني خاطر ما يحبش يلعب، نهزه وما نلعبوش ونعاقبه ماديا. راهو كتاب جور من زاده من السينيور تابتو سبور راهو مش في صالحه ومش في صالحك يا نادي. اولا نادي تخلص فيه وراك تخسره، تغيب وجمعه تخسره، بالعكس نخليه يترنى وما يلعبش، اما تابعثو سبور ونقص له 50% من الراتب بتاعه. حسني وقيد ظهري تطرح الموضوع هذا للنقاش في الجلسه العامه الجايه الخرق العاده. إيه شوف المبدا كما قلت انت، المبدا العام اللي نحن نسيروا فيه في ماده العقوبات هو العقوبات الجماعيه لا سبيل اليه. العقوب نحن توا في العنف الملاعب موجود، والعنف هو ظاهره مجتمعيه بالاساس، وانت انا وياك حضرنا بعشرات الندوات انه ما تصلحش العقوبه هذه. اكزاكتومون ما تصلحش العقوبه هذه، والعنف مش موجود في الملعب برك، مول في الملعب وفي الوسط المدرسي وفي الشارع وفي غيره من الفضاءات المجتمعيه الكل. وبالتالي العقوبات الجماعيه لا سبيل اليه. فما توا يلزمنا ناخذ، عملنا برشا دراسات على حكايه عنف في الملاعب في تونس بحضور مختلف الاطراف، وزاره الشباب والرياضه، وزاره الداخليه، كل الاطراف المتداخله. يلزمنا اليوم شو غير العقوبات الفرديه. تو كيما المقابله نتاع اللي حدينا حكينا فيها، ولو انه هي روى انا اعتقد انها زوبعة في فنجان بصراحه، لانه كنا تفرجنا في المقابله ما فماش الاحداث اللي تو، خاصه الاستاذ انيس بن ميم يعني قال يعني كل شيء، فهمت؟ قضي الامر الذي فيه تستفتي. لا تو نحط عدينا نحكيو بصفه عامه، بصفه عامه خويا لازمنا نمشي. وكيما اخر مره عملنا صارت ندوه في مع وزاره الداخليه وجابوا خبير انجليزي وراهم كيفاش التجربه الانجليزيه تمشي فير العقوبه الفرديه. فما العناصر المشاغبه هذه معروفين، يتم عزلهم يتم معاقبتهم وما يدخلوش للملعب معروفين يعني. وبالتالي تو كيما اللي صار، مش معقول انه زوز من الناس ولا اربعه من الناس كما قال تو ذاكر يتعاركوا في بعضهم، تجي جمعيه تخلص. وانا كمحب مغلوم بجمعيتي ونمشي نتفرج ونروح ونشجع ونروح، شنو ذنبي انا زاد؟ وبالتالي شوف جلسه عامه اللي قلت فيها تلقيح قوانين هذه العقوبات الجماعيه لا سبيل اليه برصوره من صور التخلف، ولا بد انه اذا كان نحبوا نبنيو رياضه ونحن داخلين على شانتي نتاع اصلاحات كما قال وزير الشباب والرياضه في الرياضه التونسيه وكره قدم، يلزمنا نبداو من النصوص التشريعيه. فما حاجات وفما قوانين باليه يعني متقادمه مشات ساي اكل عليها الزمن، يلزم نبنيو على اساس على اسس قوانين جديده وناخذوا التجارب المقارنه كما في انجلترا وغيرها باش نحكيو نحيوها المارد هذا. الردع يا حسني خويا الردع. اي يا اخي شوف الردع بالضبط هو الردع. التجربه الانجليزيه مرتكزه على الردع. شفتوا انيس بمين كان معك تو ولا انا وياه وصلنا حضرنا وقت الوزير مجدو الانشالي باجتهاد بافكار خذيناها من البلدان، حضرنا برشا فصول وقوانين اول مره باش نقولها، وجبنا مستشار من اليابان بلاش جديد حب يدخل البرودوي نتاعو تاع الكاميرات في الاستادات، ملف مشى للوزاره اللي هو شنو القانون واضح. تحب نفسره لك باش نقول هي المعلومه وين تباع بالفلوس تو، ها نعطي معلومه خليت تصنتونا ويطبقوه. اللي جا الاستشارات اللي قاعده تصير وكذا، الردع شنو الردع؟ مثلا نعطيو اكزومبل، كاميرا خطفت واحد رمى دبوس سي اوتوماتيك كانوا في سن الرشد يجي اقل من 17 سنه يجي مع ابوه، والا فوقه القانون العقوبه حاضره مقابلتها. معناتها ما نقعدوش نستناو يمشي المحكمه وتدخلات وانا نكلم على ولدي وانت تتكلم على ولدك، عمل هكا وهكا. مثلا هبط للتيرا اكزومبل 6 اشهر سورسي مي اكزومبل نعطي في نسيت وانا عندي و10 ملايين اختي بالكاميرات، جي نهار لوجور جي في المحكمه حتى قدام في بيرو زاد في بيرو هاو سيدي تفرش هاو القدام وما نسامحوش وما نسامحوش. اي احنا قاعدين نسامحوا ونطفيوا، احنا مش قاعدين نسامحوا. تحب نفسر لك اكثر في الجماهير
فما جماهير على غالب كلام لازم يتقال، فما جماهير ولات تعمل البوز ولا يحب يتشد باش يتعرف، خاطر بحق راه ولات حاجات مش عاديه التدخلات، حتى ننصح المحامين يركعوا شويه حتى هما ولاو يعملوا في البوز يتشدوا على الجمهور يمشيوا وزعما وحام عليه بلاش وكذا سايب الناس اللي يعمل خويا خذ يضرب لك ولدك بحجر انت خذ يضرب لك خوك بالدبوزه. فما كان جا فصل قانوني فيه المنع من دخول الملاعب العناصر المشاغبه هذه ما تصير، لا عندنا راهو المنع من دخول الملاعب مازال ما تبقاش عندنا الماتير الاليات ما فماش، اما عندنا اللي تشد ينبوا عليه يعمل التزام ما يدخلش للروح. خلينا نسمع مروان، انت تو كملت الكوره، ماذا اللي فرق بين ماتش ويكلو وماتش يكون حاضر في الجمهور؟ اسلام تحبني يكون حقاني؟ هاي يكون حقاني. راه ما فماش ملاعب ما يتمناش فما جمهور في الملعب. واليوم راه كي نحبوا نحكيو على ديربي قمه في الكره التونسيه اليوم نتاعنا، انا ماذا بيا نتمنى يكون الديربي بالجمهور. سيكيو سيورا نحب نشوف كره، خاطر ملاعبيه راهي كي ترى جمهور باش تعطي اكثر فوق الميدان، ترى فرجه خير من الويكلو. متبقى اليوم يا اسلام نحبوا نحكيو على القانون، اليوم راي ماهيش تراجي قاعدة تغلط ولا إدارة التراجي قاعدة تغلط، كما قالك ذكر فما فئة من الجماهير اللي هي قاعدة تغلط اللي باش توصل جمعياتها للحكايات هذايا، واللي نحن ما نتمنوها حتى الجمعيات. ميكي تحب تزيد شوف يا سليم، راهو شفنا النادي الإفريقي تعاقب ضد منستير على دبابس، واحنا اليوم انا باش نحكم راني كنت اتفرجت فيها المقابلة، ما صار حتى شيء في الميدان، ورينا تراجي فازت وفازت واقنعت كنت العمران مرينا حتى، اما المشهد اللي ريناه من بعد المباراة هذا اللي باش يخلي مشكلة كبيرة. رينا عنف في المدارج اسلام اخي، باش نغنيو غطيو عين شمس بالغربال. عنف كيفاش؟ يرينا عنف اخي، اخي باش نفسر لك، انا باش نفسر لك كيفاش صار وما صارش. انا اللي ريت عباد تجري، ما شفتش عباد تضرب في بعضها. اخي عباد تجري عركار. قلت لي عنف، انت لازمنا نوضحوا للعباد، انا ما شفتش عنف. شكون شاف عنف؟ انا ما شفتش عنف. شكون شاف عنف؟ هاو تفهم ما نعديوش كلام غلط، هاو تفهم الناس هنا اللي شاف عنف يقول لي انا شفت عباد تجري. البرا يمكن البرا يمكن صار، اما في الملعب شفنا عباد تجري. باهي كل واحد باش نكونوا امناء مع العباد. شفت عنف جيب لي فيديو في عنف خل عديه تو. انا ما شفتش حاجه عمري، لا ريت انا اليوم فيراج يبدا هارب طالع يجري في الواحد وهو ما فماش. هذا قلت لك موجود موجود. باهي ماهوش مشكل، معليش باش نحكي هذا. نحكي عليه شفته واللي ما شفتوش. اليوم كي نحبوا نطبقوا القانون، وقلت لك راني نعاود نقولها لك، مش ما فهمنيش بالغلط، ماذا بيا راه ديربي بالجمهور. مي خويا كي طبق على الفرق الاخرين زاد كان فما حاجه دربي بالزوج جماهير. اسمعني اللي حتى برا بالزوج جماهير، مو نادي الافريقي اللي راه تعاقبت على دبابس ولا اي ما فماش مقذوفات يا مروان ما قلنا. اسمعني فسر لك انا نكمل ما يصيرش حتى مش مشكله ما يصيرش خذون. زاد اللي طوال تعاقبت سفيقس تعاقبت التراجي بيدا تعاقبت والنادي الافريقي تعاقبت. اليوم كي تحبوا ننظفوا الكوره باش الجماهير ما عادش تنجم تغلط، راهو عباد شافت شنو صار ولا ما صارش، واللي باش يفهمها بالبي ولا باش يفهمها بالخايب، وقالوا ما صار شيء والامور زيد ماذا بيا قلت لك راه ديربي بالكدا. مليون كي باش تحل باب بلا على روحك اخي، معناتها القرار باش تاخذه صعيب ياسر اليوم الرابطه، خاطر اليوم كان معناتها ان شاء الله راهو ديربي، كان اليوم راهو ديربي بالجمهور فرق اخرى باش تتغش عليه ما فماش موجبات، خاطر اليوم باش تولي تشجع على العنف خويا غالي، باش تشجع على العنف. ما لو غدوه جماهير النادي الافريقي بعد الماتش تصير رياكسيون يقول لك لا زاد التراجي ما تعاقبتش الماتش وفات انتهى، واللي احنا ما نشجعوش على العنف خويا غالي، نحن بلاد اليوم تاع قانون. توا سالت سؤال باهي سلامتي صح، قال له يا تاج شفت عنف؟ شفت ناس تجري؟ انا واحد من الناس شفت ناس تجري، واحد في يده ونعرف شنو بالضبط الحقيقه. كل واحد كيفاش يمشي في هي بعد الحق حاجه حديد هي ما مش كل واحد ياخذ حقه. هذا شفناه صحيح. الكلمه الباهيه اللي قلتها، هو ثم قانون فوق الناس كل صحيتك بدقيقه شو كان يرتقي الاحداث ترتقي باش يكون الويكلو راهو يصير ويكلو. ناس اللي موجوده شفت، وانا الراجل سي محمد عطله راهو راجل محترم وراجل نظيف، كان ترتقي الاحداث هذه سي تاج تو عقبه ما ترتقيش تو الناس كل تلعب. لكن انا قلت لك قبل، قلت لك ماذا بينا نرجعوا جوج جماهير، وعلاش لا تكون بدايه مع الدربي نعطيه 15000 للكلوب و15000 للسبيرونس، وخل نشيخو دربي يعمل كيف سيدي الكلمه كلمه ترتقيش يا سي تاج. الجري هذاك الجري كان يرتقيش للعقوبه، خليني نشوف سيد علي. يا سيد علي عاز كلمه عاز كلمه عاز كلمه قلتها تو. احنا فما قانون وينيس كان يتكلم دقيقه
مو فما حاجات نبداو من على ذاك حبيت تكون معنا شكون قانون لا دقيقه هي نقولوا كي نقولوا الحقائق ترتقي وقانون زاد ما نجيوش نقولوا ناس تجري واحد في يده حد شنو في يده شنو دار في يده كسكرو لا فما ضرب شوف ضرب انت لا دقيقه لا عادي شنو لا لا خلينا نكلمك تحب تتكلم على كيفك انت تقول يضرب انا مريض يجري شامل يتوسد عليك بلا دقيقه بلا دقيقه يجري شامل والله تفرجت فيها يكون 30 مره دقيقه يجري شو فرح ذاكر يا ذاكر فرح ذاكر يا قلت مريض اسمعني فهمت يا ذاكر انت خليني نتكلموا ما تنقذش اسمعني يا اخويا قلت لك يجري فما يجري باش يعمل بيه ما تخش في النوايا نحن اوكي ينجم يكون شباب بيه اما نحكيو عادي شوف لا فما واحد فهمني شنو كنت باش نقول باهي تفضل كمل اي كمل ولا قال لي كمل وبسرعه خاطر باش نخرج حسن ولا قال لي متناقف ضربه واحده لا اسمعني عاد بديت لك بالقانون شي يقول واضح ونيس وضح كان اللي صار الجري هذاك اللي هو ظهر فيه فيها فيها عركه هنقولوها كريموندي عركه وعركه في بعضهم وصايره في الترجي وصايره في الافريقي وفي النجم وتصير من الشارع يهزوها للتيران كان هذاك القانون يقول ويكلو لازم يصير ويكلو كان هذاك اللي صار باللي نشوف شفنا في واحد في يده سكينه وجري والهيث ما يستحقش في القانون يقول الماتش يتلعب الجمهور يتلعب بالجمهور هذا اللي كنت تقول اما احنا نقولوا يجري ولا ظهر عارف نقولوا عارف ايش الدم احنا تعرف وقتاش نشوفوا معناتها انت تراكي ما تطحش فيها روح احنا نشوفوا وقت اللي تصير روح ولا تصير دم ولا كيما عمر العبيدي باش نوليو نقولوا شفت والله يا كارو الجماهير ما تدخلش اما احنا نحكيو فما قانون واضح هذاك يستحق القانون اي كان هذاك يستحق باش تعاقب يتعاقب شوف شوف ما يتعاقبش ما يتعاقبوش من الاخر بالكل نعطيك الزبده في 10 ثواني اللي صار الكل صارت احداث معزوله وبعد فات المقابلة عارك متاحهم ولا سميها كما تحب انت ولا مناوشة ولا كذا ولكن كلها اللي صارت هذه كل زوبعة في فنجان فما خوف من الترجي اللي جاي من بعيد وربما في الدربي بالجمهور متاعه بشكون ربما منعرج جديد للبطولة هذا الكل قاعد على صفحات التواصل الاجتماعي قاعد تصعيد مجاني لأحداث ما ارتكبتش الأستاذ وضح لك لا فما مقذوفات ولا شماريخ ولا رمي حتى شيء وحتى ما تصاب وحتى ما تضرب وتفركسي تقول لي أنت لا قلت حسني هذا باين نمشيو فاصل وبعد نرجع نكملوا بقية مواضيع حصتنا